ايوه اه انا فين؟ طب ممكن معلش تبعتيلي صورة ليه؟ ان الحكومة تبطل تأذي الحيوانات وتبطل تسموه. احنا شفنا كتير قوي قوي من تعذيب في مصر، لما توصل لمرحلة ان يجي لك كلبة مغتصبة ده دي تبقى مصيبة. الكلب ده عربية خبطته وقطعت طرف بتاع رجله تماما وكسرته له. أنا اسمي إنجي طارق، واحدة من مؤسسي جمعية كارت. كارت دي عبارة عن ملجأ بيحتوي 750 كلب. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننقذ الحيوانات في الشارع. احنا بنوفر للحيوانات عندنا هنا في الشلتر او في الجمعية من طعام لشرب لاهتمام لأمان، حتى العلاج النفسي بنوفره لهم. بيبقى فيه كلب شاف كتير في حياته فبنضطر نوفر له الأمان. احنا بيجيلنا حالات كل يوم او بمعدل في الاسبوع 6 حالات لازم تبقى كريتيكال. من ضمنها كان كلبة حد حط خشبة في زورها طلعت من رقبتها. احنا عايشين في مجتمع بيقتنع بالخرافات وبيقتنع دايما بالحاجة اللي هي abnormal، زي ان الكلاب كلها مسعورة طالما بتهوهو، او ان الكلب نجس، مع ان مفيش اية في القرآن واضحة وصريحة بتنص ان الكلب نجس. وكمان الناس عندنا بتخاف وعندها ذعر مش طبيعي من ناحية ان لو كلب معدي جنبها، وفي ناس والله لو قطة عدت جنبهم يبقوا خايفين ومرعوبين وبيجروا هيعضونا ومش عارفين نعيش، وهم ناسين كونسبت صغير قوي، كونسبت الرحمة. هو ربنا مش بيخلق حاجة مؤذية ومش بيخلق حاجة نكسب. الحاجات اللي بتخلينا ان احنا نستحمل نشوف العذاب ده كله وتخلينا نستحمل نشوف امعاء حيوان طالعه منه ولا عين مفقوعه واستحمل، الحاجه اللي بتحركنا ان انت بتشوف ان الحيوان ده بيخف ويبقى احسن ويمشي، وانا بحس ان انا واجبي او وظيفتي في الدنيا دي كلها ان انا انقذ ارواح واساعد الارواح. هدفنا الأساسي أو هدفنا الرئيسي في إنشاء الجمعية دي إن إحنا نوعي المجتمع. إحنا هنفضل طول ما الجمعية دي موجودة الحمد لله في مصر هنفضل نساعد الحيوانات.